في المدير الفني النادي الاهلي كابتن حمدي، ببارك لك على الفوز النهارده، اداء اكثر من رائع. يمكن الشوط الاول بدايه متذبذبه في اول الشوط، ولكن اديتم عليكم اوفيتوا بالعهود وصلتوا دور الاربعه. مبروك كابتن حمدي. الحمد لله النهارده طبعا ادينا الغرض من المباراه 3-0 الحمد لله. فريق الشمس فريق محترم، كسبان السجون الكيني وعمل ماتش مع فريق الجزائر كويس قوي 3-2، فريق لا يستهان به طبعا. فريقين حافظين بعض جدا. فرقتي في اول المباراه كانت مشدوده قوي، يعني زياده عن اللزوم. انا اتكلمت معاهم قبل المباراه، قلت لهم لازم نعمل حساب الشمس، بس الشده ملهاش لازمه، يعني هم شايلين مسؤوليه الجمهور والبطوله في النادي بتاعنا وخروج المغلوب وكده. فطبعا كان مشدودين اول جيم، بس بعد كده الثاني والثالث الحمد لله دخلوا اجواء اللقاء وابتدى يعني المستوى بتاعهم يظهر واحده واحده. كابتن حمدي، انتوا هتواجهوا بايب لاين في دور الاربعه، شايف المواجهه دي ازاي ومدى صعوبتها؟ والله الفرق الكينية لو احنا اديناهم الفرصة في استخدام القوة اللي هما بيتميزوا بيها هيبقى في صعوبات. احنا الفرق الكينية لها تكتيك معين لازم يتلعب بيه، طبعا هنشرحه للعيبة، ما ندهمش فرصة لاستخدام القوة بتاعت اللعيبة بتاعتهم. لازم الضغط عليهم جامد جدا بالإرسال، هيفرق معنا جدا. عملية حائط الصد التوقيت بتاعه كان مهم جدا الماتش اللي جاي. احنا عندنا خبرات، لعبنا فرق كينيا قبل كده كتير وعارفين ازاي بنكسبهم، وان شاء الله بإذن الله طبعا دعم الجمهور لينا هيدينا باور أعلى، واللاعبات طبعا مش هيخذلوا جمهورهم باذن الله. بكره يبقى عند حسن الظن وعند حسن الحدث ويحققوا الوصول للمباراه النهائيه العام الثاني على التوالي، وفي المباراه النهائيه بقى يبقى الكل حادث حديث ان شاء الله. دايما جمهور النادي الاهلي هو السر، هو الامل، هو اللاعب رقم واحد. رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي النهارده اللي شجعكم من اول اللقاء لاخر اللقاء. انا دايما بقول جمهور الاهلي هو سر انتصارات سيدات النادي الاهلي في جميع البطولات في خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتوا، واحنا يعني مستعدين كويس كفولي، بس احنا الفولي ده ما بيطلعش غير لما يكون فريق جمهور النادي الاهلي موجود. يعني اللاعبات بتتالق جدا في وجود جماهير الاهلي، وشفنا لما الجماهير بتزيد والعدد بتزيد اللعيبه بتطلع كل اللي عندها. وانا متوقع ان شاء الله باذن الله مع زياده عدد الجماهير في المباراه الجايه اللعيبه هتقدم مستويات عاليه جدا، وباذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ونحافظ على اللقب. ادهم، عايز اسال كابتن حمدي على حاجه. علشان اتفضل يا كابتن خالد، اتفضل. السؤال الاهم بس كابتن حمدي، سالته السؤال ده وهساله له تاني، مش مطمن برضو على استقبال الكرات، استقبال الفريق. اهم كوره، اول كوره بتتعمل في الملعب، يا ريت بس يوضح هيعالج ده ازاي. المباراه بكره مباراه فرقه عندها خبرات كبيره جدا زي الانابيب الكيني. كابتن خالد، اولا بيمسي على حضرتك طبعا، ثانيا هو بيقول لحضرتك استقبال الكرات، في مشكله في استقبال الكرات، مش مطمن على استقبال الكرات النهارده، وده لو احنا واجهنا البايب لاين اكيد لازم ناخد بالنا من موضوع استقبال الكرات. تعليقك وازاي هتقدر تعالج النقطه دي؟ والله انا من اول بطوله شغال على النقطه ديت في التدريبات، بس هو استقبال الكره الاولى ده كتر الشغل عليه وكتر الكلام عليه بيجي بطريقه عكسيه. دايما لعيب الكره الطايره لما بالذات استقبال الكره الاولى، كل ما تعلق عليه او تدي له تدريبات كتيره استقبال الكره الاولى بيحس ان بتيجي بطريقه عكسيه، واحنا مجربينها كلاعيبه دوليه قبل كده. هو الكلام هيبقى اكتر والتدريبات على الحركه في الكره الاولى باذن الله، مع زياده الثقه للعيبه وعدم الضغط العصبي اللي بياثر على استقبال الكره الاولى. الكره الاولى مهم جدا، فيها الهدوء، كلها حركه ومن اسفل. فطبعا احنا هنتكلم مع اللعيبه لان الكره الاولى مهمه بالنسبه لنا عشان استخدام عنصر السرعه اللي احنا بنتميز منه خاصه في منتصف الشبكه. كل ما استخدمنا منتصف الشبكه بسرعه عاليه عندنا ناس ممتازه جدا في النص بتدينا باور عالي وبتفرق معانا. بارك له جدا كابتن حمدي، بارك له جدا وقول له الف مبروك، وقول له الف مبروك، وكلنا وراه النجم العاشر ان شاء الله في انتظاره كابتن حمدي صافي، هو ونجمات الفريق، كل الناس وراه، مجلس اداره، قناه، جماهير، كلنا وراه ان شاء الله عشان يكسب النجم العاشر. بنبارك لك اكيد كابتن حمدي الصافي. وكابتن خالد بيوجه لك رساله بيقول لك كلنا وراك، قناه النادي الاهلي، مجلس اداره، كلنا وراك ان شاء الله من اجل النجم العاشر باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، طول ما جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بظهرنا باذن الله ان شاء الله هنحقق لهم اللي هم عاوزينه ونحقق البطوله العاشره للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصه والخاصه